ميرسي قوي يا مدام كدام على العزومه الجميله دي. يا اختي ميرسي على ايه؟ ده حاجه مش من قيمتي. انا قلت يعني بدل ما نقعد في البيت القعده المكتومه اللي انت عارفاها دي، قلنا نطلع بقى نشم الهواء الفريش زي ما انتوا شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله بصي على النيل وعلى الخضره وعلى الوجه الحسن. بس من الواضح بقى ان الانسه بتسمن من ساعه ما قعدت ما بتتكلمش خالص. انسه ده ايه الوقعه السودا دي؟ بس يا ربي اللي انا فيها. انسه ابتسام. لا معلش يا اخويا ما تدقش عليه، اصلي بنتي بتتكسف مش زي بنات الايام دي. لا انت عارف ان بنتي متربيه تربيه كيداهم، والراجل منكم لما يحب يتجوز هيجوز بنت محترمه كده ما بتخرجش الا رجلها على رجل امها زي ما انت شايف كده. عندك حق يا مدام كيداهم، ما شاء الله على تربيه بناتك، انا ما شفتش زيهم ابدا، دول يفكروني بنات زمان بنات الاصول. بصحيح طبعا يا اختي، ما هي بنتي بنت اصول بسم الله ما شاء الله عليها. انا صح خلفت ثلاث بنات بس كل بنت منهم بميت راجل. خلاص ما بقاش في فرق بين بنت وولد دلوقتي، وعموما من النهارده اعتبري هشام زي ابنك تمام. على رايك طبعا يا اختي، الا ابني هو انا بديك الساعه لما يبقى ابني استاذ في الجامعه وبيتكلم بالسبع تلصد قصدي بالسبع لغات؟ النبي حرصك الله اكبر عليك. الحقيقه طنط انا متشكر قوي على الكلام الجميل ده. يا اخويا ما تشكرنيش، ده انت زي ابني. انت مخفيه ما تتكلمي يا اختي، ده انت في البيت زي البرباند ولا قاعده واكله سد الحنك. ازيك؟ ما تزوقيني يا ماما، اواني يا ماما. طب بص على الحالة وحلاوة دي بلدي وناكا ونجاوة، بص على الحالة وحلاوة دي بلدي وناكا ونجاوة. الله أكبر. إيه يا حبيبي؟ أنت ما جسيش ليه؟ ما إيه؟ هو العريس ده جاي يتجوزك أنت ولا يتجوز أمك؟ يلا يا بنت التوهية جهز اختكوا، عايزاها زي القمر ليلة 14 يوم طلوعه. عقبال ما افرح بيكوا انتوا كمان يا قادر يا كريم. هروح اشوفك لبس ولا لسه؟ يلا يا اختي عشان ما تبقاش ليله سودا، البسي وخلصي. يا امينه مش عايزاه، مش عايزاه ما بحبوش يا امينه. يا حبيبه قلبي ادي نفسك فرصه تعرفيه عشان تقولي عايزاه او مش عايزاه. مش هدي نفسي فرصه يا امينه، قعدت معاه كذا مره وشفته كذا مره وبرده مش بلعاه نازلي من هنا. يا جماعه الجواز مش بالعافيه. يا حبيبه قلبي الجواز مش بالعافيه، بس ايه المبرر اللي انت هتقوليه لماما ان انت رافضه؟ لازم تقعدي معاه وتعرفيه الاول. مش قاعده معايا يا امينه، انا مش متجوزه الواد الملزق ده. بقول لك ايه، قومي يا حبيبتي خلي الليله السودا دي تعدي على خير، وبعد كده يبقى يحلها حلال. ممكن بقى؟ ايه يا ابو حنفي؟ ايه يا حبيبي متاخر ليه لغايه دلوقتي؟ الناس خلاص على وصول. اعملي بس يا كيداهم الكرفطه مش راضيه تتربط. خلاص يا اخويا شنو نفسك وخلصني بيه.